عبد الله، بروجكت مانجر في الامارات. يوم 25 كنت في شغل في الامارات، شفت اللي حصل، قلت لو الشباب دي باتت يبقى معناها شباب رجاله وشباب هيصمدوا، واللي حصل ان هم باتوا فعلا. فالحمد لله ربنا اكرم الواحد، جيب طياره رجع يوم الاربعاء، وصلت يوم الاربعاء بالليل، ومن يوم الاربعاء مع الشباب الحمد لله لغايه النهارده. عمري ما هندم ان انا جيت، حتى لو ايه اللي حصل عمري ما هندم، لاني فعلا شفت اشرف رجاله في مصر موجودين هنا في ميدان التحرير. دي ثورة شباب، ثورة بتعبر عن ان الشباب لسه واعي، الشباب لسه ناضج، الشباب اللي كانوا بيقولوا عليه مغيب وغير ناضج سياسيا، لا الشباب واعي وناضج وعاوز ياخد حقه، عاوز يعيش بكرامة، مش عاوز يطلع يتهان بره في اي دولة من الدول العربية ولا اي دولة من الدول الاوروبية. اللي جوه لازم يعرفوا ان اللي في ميدان التحرير ولا حد ليهم اجنده خاصه، ولا حد ليهم بياخد فلوس، ولا حد بياخد وجبه كنتاكي. الشباب اللي جاي هنا كله شباب واعي، شباب بيصرف من جيبه، شباب بيجيب اكل من بيته. اللي موجودين هنا في اللي منهم بيضحى بوقت، في منهم اللي ضحى باخ ليه او زميل ليه، في منهم اتوجع نتيجه الحريه اللي احنا عاوزين نطمح ليها كلنا للناس اللي بره.